خلال الفترة الأخيرة بقينا بنسمع كتير جداً عن البودكاست، وفجأة وبدون أي مقدمات البودكاست ده بقى هو الترند رقم واحد، لدرجة أنه كتير جداً من صناع المحتوى سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك أو أي حتة اتحولوا لعمل البودكاست. وهنا كان لازم نسأل نفسنا ونقول هو يعني إيه أصلاً بودكاست؟ وهل اللي بنشوفه حوالينا في كل السوشيال ميديا والتلفزيون ده اسمه بودكاست ولا إيه هي الحكاية؟